ويا هلا والله ومسهلا وحياكم الله بوصفة جديدة لذيذة جدا وسريعة، وصفة من وصفات قصر الأواني. تعالوا أنا وياكم نكملها مع بعض. نوع من أنواع المكرونة، وهالمرة مكرونة تركية. تعالوا مع بعض نبي نتبل أنا وياكم قطع دجاج فيليه، خلوها كذا على عدلها. تعالوا نتبلها. بالبداية راح أرشها اللي هي قطع الصدور الدجاج بشوية زيت زيتون. عندي هنا ملح، فلفل أبيض، بودرة بصل وبودرة ثوم وبابريكا وبهار عثماني، وهو أهم شيء البهار العثماني. راح أخلطها مع بعض وأتبل فيها الدجاج. الحين عاد لتشويح قطع الدجاج، حطيت قطعة زبدة ومعها شوي زيت زيتون. آخر إضافة على الدجاج قبل ما أقليها بالزيت والزبدة، إكليل الجبل على الجهتين. وانتبهوا لا تحترق الزبدة معكم، رأسا على طول نحط فيها قطع الدجاج ونقلبها على الجهتين لحد ما تستوي معنا تماما ويكون لونها الذهبي الفتان. تركت الدجاج يستوي على جنب. تعالوا هنا نبي نضيف شوي زيت، وبعد على طول نبي نشوح فيه مكعبات بصل مقطعة صغير. بعد ما قلبت البصل قلبتين بضيف له الآن ثوم مهروس. طلعت ريحة الثوم وتحمر البصل شوي، بضيف الآن طماطم مقطعة المكعبات صغيرة، والأفضل تكون مقشرة. بضيف الآن دبس الفلفل أو معجون الفلفل، تبون حار أو بارد براحتكم. عندي هنا خضار مشكلة مفرزنة، تبون فرش حطوا، تبون مفرزن حطوا، تبون تستغنون عنها براحتكم، بس هي إضافة جدا لذيذة. عندي هنا ملح وفلفل أسود وبهار عثماني، ونستمر بالتقديم. آخر إضافة بتكون مكعبات فلفل ملون، تبونها حار أو بارد نفس الشيء، استمروا بالتقليب. مثل ما انتم شايفين استوى الدجاج حقنا. تعالوا نروح للخطوة اللي بعدها. نجي هنا عند المكرونة، حطيت بالقدر قطعة ثوم، بحط عليها شوية زيت واستناها بس تسخن. تحمر الثوم وطلعت ريحته، بضيف الآن تقريبا ملعقتين صلصة. بضيف الآن المكرونة السباجيتي الطويلة، مو لازم تكسرونها، تبون تكسرونها إلى نصين إذا كان عندكم أطفال صغار براحتكم. وعلى طول بصب عليها موية عادية من البزبوز، لا تحطون يا بنات موية حارة، الموية الباردة طلعت أفضل بسلق المكرونة، وبتشوفون معيها الحين. حرك المكرونة وبخليها لحد ما تستوي، بس لا تنسون تضيفوا لها شوي ملح ولا تكثرون، لأن الأشياء الثانية مملوحة. خلصت المكرونة حقتنا وصفيتها، باقي فيها شوي بس مرقة وصفيتها. شوفوا شلون تتفلفل، هذا اللي سلقته، الله يشين الحماس، سلقته من الموية الباردة، تهبل يا بنات بمعنى الكلمة. الحين بخلطها كلها مع بعض.